نحن الوكالة التونسية للتعاون الفني قاعدة تقوم بعمل كبير على مستوى يعني تشغيل التوانسة و يعني التشغيل في الخارج. تعرفوا اللي احنا سياسة التشغيلية متاعنا من بين أبعادها هو أيضا التفاعل مع طلبات سوق الشغل الدولية. وتعرفوا فما إقبال على الموارد البشرية التونسية باعتبار يعني الموارد البشرية عندها تحظى بمعناها مصداقية وتعتبر معناها عندها تنافسية وجاذبية. اليوم تشوفوا برنامج معناه مؤسسات كندية جات لتونس وبشت يعني تقوم بعملية انتداب مجالات متنوعة لتهم السوق الكندية في التعليم في الصحة في الرياضة في التكنولوجيا في المعلومات الانترنت الانفورماتيك وكذلك أيضا بطبيعة الحال مجال أيضا الميكانيك والكهرباء. هذوما مجالات اللي فيهم إمكانية وفرص. اليوم فما 250 موطن شغل اليوم مع الكنديين. الأسبوع الجاي مش يكون فما أكثر من 200 فرصة شغل أيضا مع مؤسسات أخرى جاية من كندا وفرنسا. فما فرص أخرى أيضا في الخليج العربي وفي عدد من الدول الأخرى. الهدف متاعنا نحن هو مزيد ربط فرص التعاون كتعاون دولي مع كل الدول اللي عندها قابلية لاستقطاب يعني الموارد البشرية. ونحن نعتبروا التوانسة هم سفراء لتونس في الخارج ويعاونوا تونس وكل حوالي يفيدوا تونس أين كان الموقع متاعهم. ونحن نشجعهم على أنهم ينميوا يعني طاقاتهم وينفتحوا على الأسواق الخارجية. وبطبيعة الحال أيضا هذا يتكامل مع مشاريع أخرى المتوجهة إلى طالبي الشغل في السوق الداخلية في إطار رؤية متكاملة لدفع التشغيل والفرص الاقتصادية للشباب ولكل أبنائنا في كل الجهات. التظاهر هذه تدخل في إطار انتداب الكفاءات التونسية من طرف الشركات الكندية. احنا هم حاجتهم بأكثر من 250 يعني إطار تونسي إن شاء الله باش يتم انتدابهم. يعني أهم قطاع هو القطاع الإعلامي يعني بجميع تخصصاته وبجميع فروعه. فما كذلك الصناعة يعني الصناعات في مجال الصناعة فيما يخص اللحام كذلك فيما يخص المواد الغذائية. يعني هذا أهم المؤسسات اللي جاونا في المجال. في 2017 كيف جاوا مؤسسات من مقاطعة كيبيك وجات كذلك مؤسسة من مقاطعة ديرمونفيل جانا. وإن شاء الله يوم 27-28 بس يزيد يجينا منها مؤسسات أخرى من ديرمونفيل وبعض المقاطعات الكندية. لينا جاسي شو فيس بريزيدان دو كيبيك انترناسيونال كي لاجانس دو ديفلوبمون ايكونوميك لا غران ريجيون دو كيبيك de la ville de Québec, dans la province de Québec, au Canada, bien sûr. Donc, on se posait la question à savoir qu'est-ce que nous faisions ici. Il faut comprendre que la région de Québec, depuis environ 10 ans, vit le plein emploi. Actuellement, le taux de chômage est environ de moins de 4 % il y aura plus, d'ici les 10 prochaines années, environ 1,3 million de postes à pourvoir, dont 20 % devront être pourvus par des personnes qu'on va attirer de l'international. Donc, on a en plus dans notre région depuis 21 ans une croissance économique soutenue. Ça fait en sorte qu'on a un joyeux problème, c'est-à-dire une pénurie de main-d'œuvre qui fait en sorte qu'on doit supporter nos entreprises pour l'attraction de talents et combler les besoins qu'ils ont pour accomplir tous les contrats qu'elles peuvent avoir au niveau local et international. Et c'est donc de cette façon-là que nos entreprises nous ont identifié la Tunisie comme étant un bassin porteur. On a rapidement reconnu la qualité de la formation des Tunisiens. Bien sûr, le fait français, la capacité de parler en français des Tunisiens, la capacité aussi générale de pouvoir également parler en anglais, c'est pour nous un élément important. Et l'autre dimension qui est extrêmement intéressante pour nous, c'est la capacité d'adaptation des Tunisiens à la culture québécoise. Donc...